اليوم كلنا نعرف انه اللحمة غليت وهلأ الكل عم يتجه على الخضرة. خبرنا عن قدرة الشرائية تاع العالم، هل عم بيزيد؟ نعم، في عندك عالم عم تشتغل، تشتري بتاكل بتشرب ما بتسأل. عندك عالم ماتت الجوع، بيجوا بيتدينوا ما بيجوا بيدفعوا. تجار الخضرة فوق حرامية ما بيرحموا، المزارع بياخد منهم سلفة ما بيرحم، بنزل لهم بضاعة على السرعة والنهب. هيدي كلها شو شو الشغيلة اللي بالطريق ببيع ليأكل ويشرب؟ إذا لحمة بعد ما أكلنا، لكن كل العالم تنصب التجار بسوق الخضرة جيب لي كلهم حرامية. من أين لك هذا؟ بقول له من فضل ربي، هو بيكون سرق المزارع مدين ومصاري لينزل عنده بضاعة. شغل ما في تقنين مي، تقنين كهرباء، هذه حياة المواطن، مواطن الأدم العادي، هذه حياته، زفت زفت، ما حدا يحكي، يطلع على التلفزيون، عم يطلع على التلفزيونات، دخلنا دولار، وين الدولار؟ وين الدولار؟ نحن نعمل مصالحات، أي مصالحات؟ نحن نساعد الشعب، أي شعب؟ نزلت مساعدات للشعب المعطر، فاضت المساعدة، نحن تبخرت، راحت. أنا بتعرف وين عم نام على إيه الرقم وعم بشتغل مشان آخذ مصروف، مي متوفي من المستشفى، شو بدي يعني؟ الدولة لازم تحس فينا، لازم تراعي فينا، لازم تساوي فينا، ما بصير هالدولار هيك غالي، لازم ينزلوا شوي هالدولار، يعني الناس هيك حتقتل ضهرة حتجوع الناس، شو بدي أقول لك لأهلك يعني؟ أنا عندي حرقة بقلبي من جوا، يعني شو بدي أقول لك؟ عم بضحك وعم بسوي كل شيء بس مشان أنسى. خبرنا عن الغلاء بالنسبة انه هلا الدولار سعره كتير عالي، شو عم تعمل انت؟ عم تجيب بالدولار باللبناني؟ كيف عم تجيب بضاعتك؟ والحمد لله ما في، ما بيشتغلوا، ما وقفونا عن اشغالهم، دولار ما بأثر، ناكل باللبناني بنشتري باللبناني كل شيء، بس اللي بيستورد من برا وين انه هالمعلبات هالسكر وهالرز كله اختفى من لبنان، وبطعم اللبنان 20 سنة بالحرب، وين انه كله هيدول الزعماء كله حصروه خبوه عشان في حرب. لبناني اللي ما معه ياكل عم ينزل، شعب اللبناني بالاول يمكن انت ما كنت خلقان، لما كان يسافر شعب اللبناني لبرا يضربوا له سلام. تبع بيتي او منزوعه شو بتعمل فيها؟ انا بكبها، شو بدي اعمل فيها؟ مهريه اللبناني ما بياكلها، السوري بياخذها. ما في شيء، كل شيء عم يغلى، ما في اشغال، ما في وظايف، انه لوين حنوصل بعد؟ لبناني ما له عين يقول لك اعطيني شويه لاطبخهم اغليهم ساوي شيل حط حبتين بطاطا مضروبين بقصهم بقشرهم بقليهم بطعم ولاده، لا السوري بياخذهم، بدنا نبيع قصقص. انه كانت الاسعار غير هيك، يعني عم ننزل نشتري نعمل صحن فتوش عم يكلفنا فوق ال 15-20 ألف، ما بيمشي الحال هيك. الفاكهه والخضار متراكمه في الاسواق والمواطن لا يستطيع شراؤها. نعم وصلنا لمرحلة خضرة الفتوش ما قادرين يشتروها الناس، فما بالك بكيلو لحمة صار سعره 43 ألف ليرة. القدرة الشرائية تتراجع كل يوم مع ارتفاع سعر الدولار، والمسؤولين كالعادة مش فارقة معه إذا بيأكل الشعب أو بموت جوعاً. لأيمتى رح تضلكم تضحكوا على الناس وتعطوه وعود عنوان الكذب ومضمون الفراغ؟